الميترنج مود اللي موجود في جميع الكاميرات حاسوا ان هو اوبشن مظلوم جدا الصراحه. كتير من المصورين مش بيستخدموا وكتير من المصورين ممكن ما يكونوش عارفينه اصلا. ففي الفيديو ده هنتكلم عن انواع الميترنج مود وامتى نستخدم كل نوع فيهم. فيلا بينا نبدا الفيديو. عموما عشان نعرف الميترنج مود لازم نبقى عارفين ايه هو اللايت ميتر. اللايت ميتر عموما هو الاوبشن الموجود في الكاميرا اللي بيخاطب المصور على طول وبيقول له هل الصوره بتاعتك دي محتاجه اضاءه، يعني اندر اكسبوزد فانت محتاج تعلي الاضاءه، ولا الصوره بتاعتك دي هي اضاءتها زياده اللي هي اوفر اكسبوزد فانت محتاج تقلل الاضاءه، ولا الصوره بتاعتك دي هي ويل اكسبوزد او اضاءتها مظبوطه. طبعا احنا بنتحكم في الكلام ده كله اذا كان بنعلي الاضاءه او بنقلله باستخدام الايزو باستخدام الشاتر سبيد باستخدام فتحه العدسه. طيب الحته اللي جايه بقى دي عايزين نركز فيها شويه. احنا لو جينا سالنا الكاميرا وقلنا لها هو انت بتعرفي الاضاءه مظبوطه او مش مظبوطه على اي اساس، يعني ايه المعيار بتاعك، هترد عليك تقول لك انا عندي خط الاضاءه اللي هو بيبدا من الوايت اللي هو الابيض خالص لغايه البلاكس اللي هو الاسود خالص، وعندي درجة في النص اللي هي اسمها الجراي، منتصف ما بين الابيض والاسود، والجراي هنا معناه ان الصورة بتاعتك دي ويل اكسبوزد او الاضاءة بتاعتها او الاكسبوجر بتاعها كويس. فالكاميرا كل اللي هتعمله ان هي تحاول تقيس الاضاءة في المكان كله وتوصل لك الاضاءة للدرجة الجراي او اللي هي الويل اكسبوزد، ومش هتروح ابدا، هي بتقول لك ان انا مش هروح لك ناحية الوايت او مش هروح لك ناحية البلاك، انا هخليني في النص كده. يعني انا لو لقيت الصورة وايت قوي هقللها لك ناحية الجراي، ولو لقيتها بلاكس قوي هعلي لك الاضاءة ناحية الجراي عشان تبقى ويل اكسبوز. طيب دلوقتي بقى ايه اللي دخل الميترنج مود في اللي انا بقوله ده كله؟ الميترنج مود معمول علشان سؤال واحد بس ومحدد، يقول لك كده يا استاذ يا مصور عايزني اظبط الاضاءة بتاعتي على ايه في الصورة؟ هل عايزني اقيس لك الاضاءة على الصورة كلها؟ ولا عايزني اقيس لك الاضاءة على سبوت معينة؟ ولا عايزني اقيس لك الاضاءة في دايرة في المنتصف في السنتر؟ ولا عايزني اقيس لك الاضاءة من اي حتة بالظبط؟ هو ده بقى بالظبط اللي بيعمله الميترنج مود. قبل بس ما نخش على انواع الميترنج مود، احنا طبعا اكيد كلنا اي حد بيتفرج عارف ان اللايت ميتر عبارة عن شرط كده وفي زائد وفي ناقص. الزائد ده يعني اوفر اكسبوز اضاءه زياده، والناقص ده يعني اندر اكسبوز اضاءه قليله، والصفر او في النص ده معناه اللي هو ويل اكسبوز اللي احنا كلنا بنحاول نوصل للحته دي. متفقين؟ اول مود معانا هو الايفالويتيف مود في كاميرات كانون، وفي نيكون بيقول عليها ماتريكس، وده عموما المود الديفولت اللي شغال مع كل الناس اللي غالبا ما حدش بيغيره. وده ليه؟ لان هو ده الستاندرد او الحاجه المنتصفه بين كل المودز. مهمه المود ده ان هو يقيس لك الاضاءه في الصوره كلها ويحافظ على التوازن الهايلايت والشادو او الوايت والبلاك في الصوره كله، ويجيب لك الصوره بتاعتك والاكسبوزد او ناحيه الجري في النص. فبالتالي المود ده مش بيركز في اضاءه حاجه معينه، هو بيركز على اضاءه الصوره كامله. تاني مود معانا هو السنتر ويتد، وده معناه ان الكاميرا بتقيس الاضاءه على سنتر الصوره وهتحاول على قد ما تقدر تتجاهل كل الحواف. يعمل اخر لو حواف الصوره ضلمه واللي في النص منور هي هتتجاهل خالص فكره ان هو مظلم او في حواف ضلمه او الكلام ده كله، وهتقيس الاضاءه وتظبطها لك على السنتر او في نص الصوره بالظبط. ثالث مود معانا هو البارشال ميترنج مود، والمود ده عباره عن دايره صغيره بتظهر لك في سنتر الكادر بتاعك، ويبدا السنسور او يبدا الكاميرا يقيس الاضاءه في خلال الدايره دي، وطبعا مع تجاهل اي اضاءه عاليه او قليله في جناب الصوره او في بقيه الصوره كلها. وانت لو جربت وجبت الكاميرا بتاعتك وفعلت البارشر مود وبدات تاخد الكاميرا بتاعتك تروح يمين او شمال، هتلاقي ان الاضاءه بتتظبط على اللي موجود جوه الدايره، وزي ما قلت لكم مع تجاهل تام لاي حاجه حواليها. رابع حاجه واخرها هي السبوت ميترنج مود، وهي عباره عن نقطه صغيره بتقيس من خلالها الكاميرا الاضاءه بتاعه الصوره، وهي مش زي السبوت فوكس، يعني الفوكس اللي هو السبوت بوينت دي هي اكبر شويه. المود ده الصراحه مفيد شويه ولكن ساعات بيعمل مشاكل. هو مفيد لناس بتصور بورتريه، الناس اللي عايزه تعمل مودس معينه، لو شخص بيتصور وعليه شمس في حته مثلا في عينه او حاجه وانت عايز تظبط الاضاءه بحيث ان الشمس ما تلسعش الحته دي كلها ويبقى التركيز اكتر على النقطه دي في الاضاءه، ممكن تستخدم المود ده. ولكن انت لو مثلا بتصور ولابس مثلا تيشيرت ابيض واسود زي كده، انت مجرد ما تحرك تحت شويه، لو مثلا بتصور ناحيه تيشيرت اسود ونزلت شويه على ناحيه الابيض، الدنيا بتختلف تماما والصوره بتبوظ تماما. فلازم تبقى واخد بالك انت بتصور على اي مود. يعني في الاخر السؤال برضو اللي احنا داخلين الحلقه دي عشانه، استخدم اي مود فيهم وامتى؟ وعشان ترد على السؤال ده انت لازم تسال نفسك سؤال، هل انت فارق معاك الاضاءه بتاعت الصوره كلها، ولا انت عايز تركز على بوينت معينه في الصوره ومش فارق معاك فكره الهايلايت والبلاكس اللي موجوده في الصوره بتاعتك؟ يعني خلينا نرسم كده مشهد ان انت بتصور صوره وعندك باك جراوند فيها سما مثلا جامده، هل يهمك السما دي ملسوعه او لا، ولا انت فارق عندك ان السما دي ما تطلعش ملسوعه؟
لما تعرف تجاوب السؤال ده وتفهم كل اللي انا قلته في الحلقه هتعرف تختار الميترنج مود اللي انت تشتغل عليه. عموما احنا غالبيتنا بنستخدم الايفالويتيف مود لان هو من الاخر بيطلع لك صوره الى حد كبير مظبوطه، مفيش حاجه ملسوعه قوي او مفيش حاجه بايظه قوي، ولكن المودز الثانيه بنستخدمها في سيتويشن معين. سيتويشن زي مثلا انت بتصور حاجه كلوز اب قوي ومحتاج اهم حاجه عندك الاضاءه بتاعه الشخص او الصوره او الحاجه اللي انت بتصورها مش مهم عندك، او متجاهل جدا الباك جراوند او الفور جراوند او اي اضاءه تانية موجوده في الصوره بتاعتك، اهم حاجه الاوبجكت ده يكون منور بشكل كبير. ممكن تستخدم السبوت او البارشل او الكلام ده كله، لان اعتقد ان ده هيكون مناسب اكتر من الايفالويتيف مود. بالنسبه للمود بتاع السنتر ويتد وبرده الايفالويتيف مود ده ممكن يكون مناسب جدا ليك لو انت بتصور حاجه بتجري بسرعه رياضه او الكلام ده كله، بحيث برده ان التركيز اكتر يبقى على الاوبجكت اللي انت بتصوره. بس كده ده كان كل حاجه عن فكره الميترنج مود، اتمنى تكون استفدت. ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك الجامد واعمل سبسكرايب للقناه لو انت مش عامل، وسيب رايك في الكومنتات. اشوفك الفيديو الجاي، سلام.